السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة English Online Class، قناة مختصة بتعليم اللغة الإنجليزية حسب المنهاج الدراسي. ما زلنا مع تلاميذ السنة الثانية متوسط Second Year Middle School. من خلال فيديوهات سابقة كنا تطرقنا إلى الدرس الأول من المقطع الثاني Sequence 2 Me and My Shopping، يعني أنا وتسوقي. من خلال هذا المقطع رح نتعلم كيفاش نسمي كلمات أدوات أشياء تخص التسوق. So, lesson objective: name different kinds of food including vegetables, fruits and meat. كما قلت لكم من خلال فيديوهات سابقة كنا تطرقنا إلى أسماء الخضر، الفواكه، اللحوم والأسماك. So this is the last part, part 4 of lesson 1. So in this task, you have in task 1, you have names of different vegetables. So we try to put them on the shopping list. So we have carrot يعني الجزر. Turnip هو اللفت. Garlic الثوم. Bread beans الفاصوليا. Aubergine باذنجان. Onions البصل. Cardon الخرشف. Courgette الكوسة. Cabbage tomatoes الطماطم. Pumpkin اليقطين. Chilies الفلفل الحار. Chickpeas الحمص. وأخيرا potatoes. ما دام عندكم هنا الترجمة يعني بقات لكم حاجة بسيطة، كل واحد ياخد القلم دياله يكتب الاسم باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، ولا يكتب فقط باللغة الإنجليزية in the shopping list. Then take your pencil and match the name with the picture. ما دام تعرفت على معنى الكلمات راح يجيني سهل ناخد القلم ونربط كل كلمة مع الصورة ديالها. We move now to task 4. Mehdi and his dad are at the market now. I play the role of Mehdi's dad and my partner that of a greengrocer. Greengrocer هو بائع الخضروات. So we have here a conversation. حوار ما بين الأب والبائع. Dad and greengrocer. نحاول نمرق الفراغات بالكلمات المناسبة. We would like some. هنا راح نعمر الفراغ بكلمات تخص نوع من أنواع الخضروات. So, good morning, sir. How much do you want? شحال نعطيك الكمية؟ Just one big slice. مادام عندنا slice, so راح نقترح في الأول كلمة اسم تاع خضر لنشريوه بالقطعة. Okay? About. So it was about pumpkin. يعني اليقطين هو اللي نشريه في السوق بالقطعة. Just one big slice. About half kilo. So here you can say only half or one. Why? Because you have kilo in the singular. يعني في المفرد. Would you like anything else? Yes. Some potatoes and carrots too. How much, sir? 1 kilo each. كذلك, since you have the word kilo in the singular, ما راهوش في الجمع, يعني ما نقدر نحط غير كلمة one or half. واحد أو نصف. ما راحش نقدر نقول 2 kilos or 3 kilos, مادام ما عنديش ال S in the word kilo. How much do I weigh you, sir? 550 dinars, sir. How much do I owe you? يعني شحال نخلصك، شحال نعطيك. رحنا إن شاء الله من خلال فيديو قادم رح نتعرفوا على طريقة السؤال والجواب حول الأسعار والكميات. You can read again. Good morning. Would you like some pumpkin? Okay. نروح الآن إلى التمرين الموالي. Task 6. So you have here. نعود خدينا تمارينات اللي كنا اقترحناهم في الفيديوهات السابقة. So you have here 3 slices of lamb. يعني 3 شرائح من لحم الضأن الخروف. Lamb. 6 chicken legs. 6 أرجل دجاج أو 6 فاخذ دجاج. Group of slices. شرائح الهامر. هامر هو نوع من أنواع السمك.
A whole chicken. دجاجة كاملة. Carp slices. شرائح الكارب. كذلك نوع من أنواع السمك. Three chicken breasts. ثلاث صدور الدجاج. Breasts. صدر دجاج. Three chicken breasts. يعني ثلاثة أصدر ولا صدور دجاج. A leg of a lamb. ساق الخروف. Leg of a lamb. الآن you have just to write the names on the list and then match each name with the corresponding picture. ما عليكم الآن إلا تربطوا كل كلمة مع الصورة المناسبة لها. We move now to task 10, which is about fruits. So you have grapes. Grapes هما العنب. Oranges, البرتقال. Figs, التين. Dates, التمر. كذلك you have pears, apricot, tangerine. So you have just two. You have peach also. So you have just two. Take the names, put them on the shopping list, and then match the name with the corresponding picture. ما عليكم إلا تنقلوا الكلمات ما دام تعرفوا المعنى تاعها الآن ونربط كل كلمة مع الصورة المناسبة لها. وبهذا التمرين نكونوا كملنا يعني وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. English Online Class تتمنى لكم حظ موفق. نتلاقاو معكم إن شاء الله مع درس جديد وفيديو آخر. ما تنسوش فعلوا جرس الإنذار هكذا توصلكم كامل فيديوهات English.